رحمة الله. يا جماعة النهاردة طيري تعمل يوتين اليومي بدل ما خليتهم معانا. أول حاجة يا جماعة هنضف كوتي، احنا خلصنا اوضتي وبعدين هنطلع على الصاله ننضفها. يلا يا جماعه لازم نبدا بالطيقان. اول حاجه تعملوها تعيدوا الطيقان. يا جماعه بصوا دلوقتي احنا هننضف الصاله، شاطر يا احمد برافو عليك. ايوه بصوا يا جماعه احمد هو اللي قرر، قال لي النهارده انا هعمل الروتين اليومي اللي انت بتعمليه، فقلت خليه كده يجرب بقى عشان يعتمد على نفسه. شاطر برافو عليك. انا اصلا منظفه امبارح وكنت ماسحه البيت كله، بس كل يوم احنا بنمسح البيت. شاطر يا احمد. احمد كمان هيرص الحاجات اهو، ما اشوف هيعرف يرصهم ولا لا. شاطر. ممكن تحطهم التلاتة زي ما انا بحطهم كده يا احمد. بتعرف؟ لا دي مش بتاعتها اهي. هعمل واحدة زي دي وهعمل تلاتة. لا يا لازم الاتنين يكونوا زي بعض. ممكن تحطهم التلاتة زي ما انا بعملهم كده. احلى برافو عليك كده كويس. مش محتاج تنضيف يا احمد. ايوه كده برافو عليك. يلا نض. شاطر كفايه. بلاش بذمه قوي كفايه والله. انا منظفه امبارح، بنضف كل يوم. بس يعني انت تعبت يا احمد بجد؟ ما تعبتش؟ انت صعبان عليا. اجي اكمل انا؟ شاطر برافو عليك. ها هتعرف ترص الكنب تاني؟ بتعمل التانيه؟ شاطر. كده جميل برضو. يلا وبكده بقى ايه احمد ظبط اول حاجه الصاله وبعدين وهتوقع. شاطر يا احمد شيل المخدات كلها. هتعرف ترصهم؟ شاطر. ايه الجمال ده يا ناس؟ وهتوقع. هتجيب ايه؟ عايز ايه؟ هتجيب دي. بصوا اصلا مفيش تراب ولا حاجه عشان انا منضفه يا احمد، فانت ايه مش لازم تعمل بذمه قوي. شاطر. حاسب توقع الفوز. اي اي بص بقى لسه بقولك حاسب. معلش يلا بنروح. حط الورد فيها كده بنروح. بصي انا اللي قطعت. تقطع ليه احمد يا جماعه؟ والله صعبان عليا قوي وشكله كده تعب، بس هو اللي اختار بقى النهارده. اكتبوا لنا بقى كده رايكم في الكومنت. احمد خلص تاني حاجه، خلص الليفينج اهو زي ما انتم شايفين. فاضل ايه تاني يا احمد؟ هتعمل ده كمان؟ تعالى بقى ننظف الاوضه دي عشان بصراحه هو اللي مبوظها. هو بيجي يلعب هنا ومبهدل الدنيا هنا. يلا بقى بسرعه. لو انت بتروق ولا بتبهدل يا احمد؟ غلط. انا
انا حاسه ان انت بقى هتدبسني في الاخر. اوعى. شاطر، بس هتتعور والله او هتكسر الازاز. ما تعملش كده، الازاز هيتكسر يا احمد. يلا بقى بسرعه. ايه؟ انا تعبت. تعبت يا عيني. تعالي اعملي انت. خلاص ماشي، خلاص كده. خلاص انا مش هتعملها، انا هعمل. ها انت بتقول بجد ده اعمل بدلك؟ لا. واحنا هنفطر امتى؟ انت جوعت؟ خلاص ماشي، هننضف بس. اشتري لي بيبسي. اجيب لك ايه؟ بيبسي. شوف يا جماعه الرشوه عشان هنروق لي البيت، بيقول لي هاتي لي بيبسي. ولا اعمل لك عصير احسن يا احمد؟ لا لازم بيبسي، البيبسي مش مفيد يا احمد. لا بيبسي غلط. بيبسي. خلاص مش هجيب لك اللي انت عايزه. بيبسي. هجيب لك اللي انت عايزه، مش خساره فيك. يلا بقى اكمل. طيب اكمل انا؟ لا طيب. طيب يلا أكمل. دي بقى فل. عايزه تتنضف، نضف الترابيزه اهي. نضف بسرعه بسرعه. شاطر. بتتنضف. ايوه انا بنضفها كل يوم. مش انت هتعمل روتين اليومي بدالي؟ يبقى لازم تعمل كل حاجه. ده في حاجات كتيره جدا انت ما عملتهاش، ان انا بمسك بقى، بمسك البتاعه بتاعت التنظيف وبمسحها بالميه كمان. ايه؟ والله. لا انا مش هعمل كده. خلاص ماشي، مش مهم. يلا فاضل هنا كمان بالروح عشان الريسيفر، واعمل فوق الريسيفر. بصوا يا جماعه، كل يوم الاقي كميه تراب غير عاديه، برغم ان احنا بننضف كل يوم في اليوم مرتين وثلاثه كمان. والله كل شويه ايدينا فيه. بس ايه الازعاج ده؟ كل شويه ننضف ونلاقي التراب برده موجود عندنا، عشان احنا بيتنا في اول الشارع، فعلشان كده بقى التراب بيبقى بره بقى، العربيات رايحه وجايه فعليه تراب على طول، واحنا في الدور الارضي كمان. بس من الشباك ده تعرف، هاتوا نعمله هنا، شطوه بالراحه وهتقطع السلك. بس بس كفايه كفايه. شاطر. ايه العسل ده؟ ايه الجمال ده يا ناس؟ تعبت والله. شفتوا الهبل؟ انا عارفه بقى انت خلعت الايد ليه؟ خلعتها علشان تمشي كده بالمكنسه صح؟ هتكسرها يا احمد. قوم كده، خساره. قوم انت يا ابني، هتكسرها والله يا احمد، خساره. يلا هات بقى مركبها لك. هات هات ايديها مركبها لك. كاتبها لي. استني يا ماما. هتعملي الفوشه بتاعتك. هات انا احطها لي عشان ما تتكربش. هات انا امسكها لك اهو. استني ما بعرف. يا احمد هتتكهر، ربنا يستر. حاسب بس. هات انا اركبها اهي. هات اركبها انا. هات يا حبيبي. ايه شلت بتاع التلفزيون؟ يلا شغل. يا جماعه انا عملت لاحمد اهو قرص بيض، وجبت له الشوكه، بس يا رب يرضى ياكله. يلا يا احمد تعالى. عملت لك بيض. يلا يا عسل. ايه ايه؟ مش بحبه على فكره. لو ما اكلتوش انا مش هجيب لك بيبسي. لو اكلتوش مش هجيب لك بيبسي. قلت ايه؟ طب هتفطر بايه؟ طيب بصوا يا جماعه، احمد مش راضي ياكله. امي فتت لبن. اعمل لك ايه؟ فتت لبن. ما انا بعملها لك والاخر بتسيبها. لا انا والله يا جماعه احمد محيرني في الاكل، ما بيرضاش ياكل اي حاجه في حياته. يقعد يقول اعملي فتت لبن، اعملها له ويرميها. اعملي لي مش عارفه ايه، وما بيرضاش ياكل اي حاجه خالص. مش عارفه اعمل فيه ايه. يا جماعه دلوقتي انا هغسل مواعين. حظك بقى ان مفيش مواعين. في طبقين اتنين بس. انا اصلا يا جماعه قبل ما انام بروح جايه غسله المواعين كلها، وبصبح بقى الحوض، بصبح الاقي الحوض بقى نضيف وكل حاجه نضيفه. هو الطبقين دول كانوا واكلين فيهم حاجه، كانوا واكلين فيهم عنب بالليل. شاطر يا احمد. الدوشه دي. المطبخ يا جماعه الشارع، علشان كده بقى الدوشه دي بقى كتيره. شاطر. ونام انت عسل يا اختي، تنفعي. بس احمد بيغسل المواعين، برافو عليك، ومرغي وجميل. اللي هو بالراحه بقى تكسره. ازعل الاول لو كسر. يلا ادعك بذمه وبضمير. ده كتير مش مره واحده، انت كسرت لي طبقه كتير وكوبايات كتير وحاجات كتير، مش مره واحده بس. كفايه والله. يلا هو اصلا الضيف ده كانوا واكلين فيه عنب. يلا شاطره يا اختي. حلو. نغسله ليه؟ لازم يتصب طبعا. بس كفايه اعمل التاني بقى. حطه ده هنا، حطه هنا بالراحه. شاطر نضيف، برافو عليك. صبن التاني بقى بسرعه. يلا كفايه 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 صابون. يلا صابون. اسمها دليل. اسمها ايه؟
بليل بليل. يلا يا عسل، ايه السكر ده؟ تعال يزيد في قلب الحب. يلا بقى افتح الشوط، حط كرش في الحب براحتك الحرفية عشان كده غلط، لازم ترشيد استهلاك المية بس كده كفاية. وانت بتملاه ليه؟ المية الكتيرة دي كده غلط، حرام. في ناس مش لاقية مية عشان هيقع من ايدك لو انت جبت حطهم مكان. صبت بقى الرخام يا حبيبي، مش انت بتعمل الروتين؟ ماما بتعمل ايه تاني؟ يا جماعة دلوقتي احنا لما صبينا الرخامة، شوفي يا اختي، يا اختي على العسل يا اختي سكول. ايوه، واحنا كل ما نيجي نصور نلاقي الراجل ده ليه؟ حكها ايه؟ دي عايزه حكه حلوه. ايوه هي دي، حكها جامد بذمه. ايوه حك الرخامه، الا رخامه. يلا الرخامه فعلا كانت عايزه الصبر عشان مصبنتها. انا والله مصبناها بالليل، تصدق مكان الاكل. شاطر شاطر يا اختي، عسل يا اختي. يلا انت شاطرة يا احمد اهو، كل يوم تعمل الحاجات دي؟ يعني كل يوم تعمل الروتين؟ لا ها؟ انا تعبت، لا انا تعبت. ماشي شكرا. والله العظيم هو اللي قرر ان هو يعمل الروتين، يعني انا ما قلتلوش اعمل اي حاجة، هو بيشوفني كل يوم بعمل كده ويبقى عايز يساعدني. على فكرة هما الاطفال وهما صغيرين بيحبوا ان هما يساعدوا، بعد ما يكبر بقى الاطفال بعد ما تكبر بتخيب، ما بيبقوش عايزين يعملوا حاجة خالص. دلوقتي بعد ما نخلص، بعد ما خلصنا المسح، قصدي بعد ما خلصنا الكنس وخلصنا تعويق البيت وخلصنا المطبخ وكل حاجه، يعني بعدها بقى هنمسح طول اليوم. يعني ماما بتعمل كده، انا قلت لها انا اعمل كل حاجه انت بتعمليها ويا بقى نمسح. شاطر، هات من الاول بقى، هات من الاول خالص كده. وعلى فكره كمان انا بشيل اللعبه دي كده، وبشيل كمان لعبتك دي وبمسح مكانها. ما هو امسح في الارقام بقى، امسح في الارقام في الركن، ركن يعني كده جنب البتاع كده. رجع دول تاني عشان ما يلخمكش، مش انا بعمل كده. رجع المرجحه دي بتاعتك تاني عشان انت مش هتستخدمها دلوقتي. بالراحه بالراحه ولد، ايه العصبية دي؟ شاطر. تاني رجع البطوطة، نسيت. هتقدر تكمل؟ هتقدر تكمل ولا اخد امسح منك انا؟ بالله بقى، بالله كده خلاص كفاية عليها كده، بالله تاني. مع دلوقتي احنا خلصنا وعملنا كل حاجه ومسحنا وغسلنا المواعين وتنفنا وحددت دي، يعني زي ما انتم عايز ايه بقى دلوقتي؟ عاوز اروح اشتري بيبسي. ينفع يا جماعه كده؟ انا اصلا ما بحبوش اشرب بيبسي كده. استنى، اهدى 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 بس، استنى. ماشي انا مش خساره فيك، زي ما وعدتك خلاص هيروح يا جماعه يجيب بيبسي. يلا يا عم روح، قلت له اعمل له عصير مانجا مش راضي. روح امشي على جنب، انت ما خدتش الفلوس يا احمد، ما خدتش الفلوس. فلوس يا جماعه لما يجي بقى هوريكم بقى البيت واللي احمد عمله. وبصراحه عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا ساعدت احمد اصلا. مع قبل ما احمد ما يجي تعالوا بقى نقفل البيت مع بعض. تعالوا شوفوا احمد بقى انت في الدنيا وخليها تعملها ازاي. هنقفل بقى معاكم السرير عشان نفضل بقى، عشان ترى ما يدخلش. زي ما انا غسلت بقى شويه مانجا زي ما انتم شايفين كده، وهفرش الفرشه زي ما انتم شايفين كده، الفرشه اهي مفيش حد بقى يصور. هنطلع بقى بره قبل ما يجيب البيبسي بتاعه بقى ويجي بقى، ونقعد بقى نظبط القعده كده. الفرشه، بصوا يا جماعه انا دايما بحط فرشه كده عشان ما نبهدلش الدنيا وهو قاعد بياكل، واللي عنده اطفال برضو يعملهم فرشه كده مخصصه ويغسلها في الغساله وكده عشان ما يبهدلوش السجاد. طيب طيب طيب، ادخل يا حاج. بص يلا بقى عشان ناكل مانجا. جبت ايه بقى وريني كده، هو ده اللي انت عايزه؟ يا نهار ابيض. ماشي يلا خد افتحه. طب بص اقول لك على حاجه حلوه بقى، المفروض ان انت بقى بص هدومك علشان انت قعدت تكنس مش عارفه ايه، انت المفروض ان انت تستحمى.
صح؟ هشرب البتاع ده الاول. هتشرب بيبسي الاول؟ افتحه ولا تستحمى الاول؟ لا. طب كل مانجا معايا، يلا تعالى نقعد ناكل مانجا. مش عاوزه اكل. احمد فاضلك حاجه واحده بس. ايه؟ ايه؟ تستحمى، لازم تستحمى صح؟ يا جماعه دلوقتي احنا خلصنا طول حاله، ودلوقتي انا داخل استحمى. انا دلوقتي جبت هدوم خليتهم معايا. انت ما عملتش حاجه واحده بس يا احمد المفروض ان انت تعملها النهارده، عارف يا ايه؟ ان انت تطبخ بدالي. ايه هو ده اللي طبخ؟ كنت انت بقى طبخت يا عم، مش انت قلت اعمل كل حاجه بدل ماما؟ يبقى كده انت ما عملتش كل حاجه. خلاص لا ما خلص لسه، النهار طويل. النهار طويل. يلا يلا خش استحمى، خش استحمى. يا جماعه ندف خرج من الحمام. بس يا جماعه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الضغط. باي. اه مش خليك تعمل حاجه. انتوا استنونا يا جماعه فيديوهات تانية جديده. بس لازم تعمل الحركه دي احسن.